لحظة هنا نقطع روتوش صون صون مش واضحة ما نعيب هكا كل مرة كل مرة قد لي مال به في ساعة مال أوه ترى شوف لا الصوت مش واصل إجا منها شوف هذه ترى يا أخي عليه تجيبوا هذا ديما أقل واحد كفاءة بلا أبعد 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 عليه امشي امشي ديما تجيبوا لي أقل واحد كفاءة فيكم مغشش بالعربي يلا نرجعوا للبرنامج نتاعنا واحنا تعرفوا اجواء عائليه زعلتني على فكره اه زعلتني عليه لانك دفشت لا في الكواليس يعني ما شفنا شيء حتى لو لا هو بيفهم هيك يعني ما لا بعت لك ان شاء الله يعني احنا كيف تشوفوا اجواءنا عائليه وطيبه دونك مرحبا بكم عائليه قلت صرت خايفه انا يا جماعه ممكن يعمل لي شيء امشي لا 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 بس يعني يقعد ساعه هو يصلح في مو معقول يعني ظروف صعبه يعني لو بيصير كده معك في لبنان يمكن تضربه اكثر انت لا لا واضح يلا نعتذروا على المشهد اما راهو يتكرر كل يوم عندنا معناتها انا معروف منشط عنيف جدا دونك رجعنا معاكم مع النجمه مدلين مطر شو رايك بالامبيونس في الاستوديو بالاجواء الطيبه اللي عندنا بتجنن بتجنن وشو معناتها رايك كيفاش فما برشا حب بيننا وبين العمل بين بعضنا كثير برشا برشا طبعا نيجي كاميرا كاشي بنفدك مقلب لك انت بس اه يبعث لك حبيبي